مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا على كنار تي في، صوت العرب من كندا. اليوم حنتكلم يا جماعة عن هذا الصغير، هذا الروبيك كيوب او المربع السحري او المربع اللي غلبنا واحنا صغار واحنا وكبار، ومعظم الوقت كنا نخلعه او نشيل اللزق ونرجع اللزقه، وكل مرت علينا هاي المرحلة. لكن طلع في ساينس وراء هاي الشغلة. للأسف في ناس لحد الآن بتوقعوا أن الروبيك كيوب هو عبارة عن لعبة، ناس بتوقعوا أنه يعني شو هذا الروبيك كيوب، شو راح يفيدنا أو شو راح نستفيد منه. لا، طلع الروبيك كيوب هذا يا جماعة في ساينس وراء، وبنمي ذكاء الطفل. اليوم حنستضيف معنا ومعكم في ضيافتنا وفي ضيافتكم المهندسة هبة الشريف تتحدث عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا مهندسة هبة. أهلا فيك، أهلا فيك دكتورنا وأخوي. أهلا. طبعا هبة أختي، بس صراحة مش أنا عشان هيك مستضيفها لأنه عندها هواية تعلم الشغلات الغريبة. حتحكي لنا عن هاي الشغلات وحنسألها. أول إشي احكي لنا عن دراستك الجامعية. يعطيكم العافية طبعا كل متابعين قناة كنار، وبتمنى طبعا مزيد من التفوق، وبتمنى كمان إن شاء الله يكون مواضيع دائما كلها هادفة. أول شيء أنا مهندس زراعية في الجامعة الأردنية، درست البستل والمحاصيل، بس بصراحة ما لقيت حالي في مجال الهندسة الزراعية للأسف، فتوجهت بعديها للتدريس، فصرت معلمة، علمت صفوف صغيرة صف ثالث، بعديها علمت تربية مهنية وعلوم، يعني وجدت حالي في التدريس أكثر من الهندسة. حلو حلو حلو. والآن أنت في الأردن؟ لا، أنا مقيمة هلأ في دولة قطر. طب أنا عارف السؤال بس عشان الجمهور يعني عارف الجواب. طيب كيف بدت معك الهواية تبعت الروبيك كيوب؟ بداية صار الموضوع أنه زوجي حكالي أنه إله صاحب صار له 6 أشهر بيلعب بهذا المكعب، يعني حتى ما كنا نعرف شو هذا المكعب، فبيحكي لي إنه بتعرف المكعب الملون اللي كنا نلعب فيه وإحنا صغار؟ بحكي له آه. بحكي لي والله صاحبي صار له 6 أشهر بيحاول إنه يحله وما عم بيعرف يحله. فخلص يعني هيك أثار الموضوع، يعني إيش هالإشي اللي صار له 6 أشهر بيحله ومش عارف يحله. بعد يومين ثلاثة رحت على مكتب لقيته على الكاونتر محطوط وسعره رخيص يعني، فأخذته. قعدت يومين أنا أحاول إن أحل فيه مش عم بيزبط نهائي، يعني بجيبه من هون بروحهم، بجيبه من هون بروحهم. فبعديها بصراحة يعني بلشت، حطيت الموضوع في راسي، قعدت أول مرة حليته في 6 ساعات، يعني حشرت حالي في غرفة قعدت 6 ساعات متواصلة. كان الإنترنت شوي ضعيف، بتعرف يعني قبل 4 سنين بالأردن شوي كان موضوع إنك تفتح إنترنت يوتيوب كتير كتير صعب، ففتحت مواقع إني أقرأ عنه، ما فهمت ولا إشي، كان عبارة عن طلاسم يعني لمين فوق تحت حرك هاد، ما في ولا إشي. بلشت اضطريت يعني إني أشتري اشتراك إنترنت وأفتح يوتيوب، ومن هون تعلمته. بس حسيت إنه الفكرة مش هون، الفكرة إنه أنا كيف بدي أعلمه لحدا، يعني أنا تعلمته وصرت أعمله، بس أي حدا بيسألني إيش كيف بدي كيف علمينا هذا الإشي، صار هون صار التحدي. فصرت أحضر فيديوهات أكثر، صرت أحاول أطور حالي أكثر، فكفكته لقطع إربا زي ما بيحكوا، عشان أنا أحاول أحلله أفهم شو المغزى تبعه. وتوصلت لطريقة الحمد لله بعتبرها طريقة كتير ناجحة تخليني أعلم أي حدا المكعب بكافة عمره. يعني حلو حلو، يعني ممكن تعلمي الأطفال موضوع المكعب يعني حلو. هلا شو الأطفال بده يكون الطفل عنده شوية، أو أي حدا في العالم، يعني هو لا يقتصر على الأطفال، يعني إحنا دائما نفكر إنه هو للأطفال. المكعب هو لا يقتصر على الأطفال، إحنا بنقدر نحكي إنه هو من بعد 3 سنوات للما لا نهاية. يعني واحد عمره 65 سنة حاب يتعلم ما في مشكلة، ما دام عنده الإدراك، قدرة إيديه، عنده حركة منيحة، ما عنده لا سمح الله أي إعاقة، ما عنده أي مشاكل، ما في أي مشكلة في إنه يتعلمه في أي وقت. بس الفكرة الوحيدة إنه الأطفال ما دون 3 سنوات
تحذير يعني للأهالي. أوقات كتير إحنا كان غلط طبعاً إنه هذا بيكون بالألعاب، وهذا غلط كبير، لأنه مثلاً أنا عندي قطعة مثل هاي مثلاً، هذا اسمه جير، هذا اسمه الجير. هلا للاسف مثلا هذا من المكعبات شوي خطيره، لانه الاطفال اصابعهم شوي صغيره، فطلع كيف هو حركته، يعني ممكن لا سمح الله انه يحشر اصبعه هون. هلا اوكي هو مش ما بيؤدي لاذى كبير، بس بيؤذي. بعدين المكعب بحد ذاته، يعني في عندك هذا المكعب او اللي هو ثلاث ثلاث او اي مكعب، هلا هو فعليا بنفك اوكي يعني، فممكن ها بصير قطع صغيرة. هاي القطع ممكن تؤدي للاختناق يعني. وفي برضو بعض المكعبات إلها زوايا من هون بتكون حادة، ممكن يجرح. فأنا بنوه إنه هذا مش لعبة، يعني مش لعبة ينحط بين الألعاب اللي إحنا بنحطها للأولاد، لأنه ممكن يؤذي لما يتفكك زي هيك لطفل أقل من ثلاث سنوات، حيسبب اختناق يعني. واضح واضح والله. يعني هذه ملاحظات مهمة لكل الأهالي، يعني انتبهوا على هذا الموضوع، لأنه يعني لا سمح الله الواحد فقد ابنه أو راح على المستشفى والولد انخنق، مش مستاهلة يعني. طيب طبعا حكيتي، أنا بدي أسألك سؤال سريع، يمكن ما بعرف إذا بتعرف إجابته ولا لا، وإحنا الكل بس عشان يعرف الجمهور مش محضرين الأسئلة، الأسئلة حتكون منكم إن شاء الله قريباً. هل تتوقع الأطفال اللي معهم أوتيزم، اللي معهم توحد، ممكن يتعلموا هاي الشغلة وتعلمهم الصبر؟ أنا يعني مش إني بعرف كتير بمرضى التوحد، بس اللي بعرفه أنا إنه أي حدا عنده القدرات الجسدية والعقلية، إنه بميز الألوان، بميز الاتجاهات، عنده القدرة إنه يحله. هلأ أنا بصراحة ما تعاملت مع أطفال عندهم توحد، بعرفش شو الطبيعة اللي الطفل بكون فيها، بس يعني ممكن حدا يعني إذا أنا شرحت الفكرة لأخصائيين مثلا بيعالجوا ناس عندهم توحد او بتعامل مع ناس، بيقدر يحكي لي انه بيقدر يستوعب او لا، بس ما اعتقد انه صعب عليه يعني، لانه برضه مرضى التوحد عندهم بيقدروا يمارسوا اشياء عندهم قدرات معينه يعني. طب هل الاطفال تتوقع ايش ممكن يستفيد الولد لو ما نعلمه هذا الشيء؟ يعني الاهل اول ما بيسالوا بقول انا مثلا بدي اعلم ابني المنتال ماث، المنتال ماث والله بصير يحسب بسرعه وبصير ولد شاطر لما يروح على السوبر ماركت بيحسب ايش. طب شو بدي اتعلم من هاي؟ اوكي، على اذا بدنا نحكي كفوائد للمكعب الربك، يعني لا تعد ولا تحصى، ممكن نعد منها ابسط الامور اللي انا شاهدتها وشفتها، يعني حاحكيكم الاشياء اللي انا شفتها في عيني، مش الاشياء اللي الابحاث بتحكيها. الاشياء اللي شفتها اني انا اولا واحده من الناس اللي كنت كتير اعمل اي كيو تيست، اي كيو تيست اللي هو امتحانات مستوى الذكاء. لاحظت انه بعد ما حليت المكعب وصرت احله بشكل يومي، الاي كيو تيست عندي علي، معناها مستوى الذكاء بطلع عندك، وهذه انا بشارت عليها وبتحدى فيها اي حدا يعمل اي كيو تيست قبل ما يحل المكعب وبعد ما يحل المكعب، لانه المكعب شو بيسوي؟ المكعب هو عباره، يعني هاي لما تشوفه مثلا هو عباره عن الوان، فاذا هو بجذب الانسان، فبشغل حاسه البصر، الحاسه البصريه، بشغل الايدين معي انا عم بشتغل باكثر من حاسه، بشغل الخيال، لاني انا بس الف هاي بتخيل شو رح يصير، لاني انا مش شايفه كل اوجه المكعب. اهم شيء بيعمله بيزيد التركيز، بيبعد اطفالنا عن السوشيال ميديا والانترنت والتكنولوجيا وهاي القصص اللي احنا كلنا بنعاني فيها. اي طفل بتحسه انه هو بيعاني من عدم ثقه بالنفس، اكيد اكيد هذا راح يعطيه بوش كتير كبير عشان يصير واثق من نفسه، لانه مكعب روبيك اللي الناس ما بتعرفه انه هو المكعب الاول صعوبه على العالم، يعني اللغز الاول في العالم. اوف، فلما انت تعطي ابنك انه هو حل إشي بالعالم هو الاول وبين اصحابه يمكن يكون الوحيد اللي بحله، فاكيد مستوى الثقه بالنفس حيعلى. وطبعا هو ما له دخل بالتحصيل الدراسي، يعني ما تتوقع انه عشان ابنك شاطر بالمدرسه يقدر يحله او العكس. انا اللي شفت
أو العكس، أنا كل اللي حلوه عندي وانجذبوا إلى كان تحصيلهم الدراسي كتير متدني، انصدموا الأساتذة، انصدموا الناس إنه أوف هذا طلع منه إنه يحله يعني، وما إله دخل يعني إنه هذا شاطر أو مش شاطر يعني. آخر إشي يعني بقدر أحكي لك إياه إنه بيبعد الأطفال عن العدوانية، يعني إذا عندك أطفال عدائيين عدوانيين لأنه بيعلمهم الصبر. بس في شغلة صغيرة هي هيك نيجاتيف بيحكوا لها، إنه الولد بصير يلتهي فيه كتير، يعني بتصير تحس إنه بصير شغفه يعني. يعني كانت أعاني مثلا في بعض المدارس إنه الولد يصير يطلعها في نص الحصة، الولد يصير يطلعها في 5 دقائق، يعني بصير بده طبعا هذا لأول فترة، كل إشي بياخد وقته أول فترة يعني. بس هاي الإشي الوحيد زيك اللي أستاذة هبة، ماشي، بس تجمعي مكعبات وتحلي. طبعا نسرين، أنا هرجع لهاي النقطة، بس نسرين بتحكي ابني كتير بحب المكعب، وكتير أطفال مصابين بالتوحد، هو عنده طفل I think عنده هذا الطيف، بحبوا ايوه الألوان والحساب، وعنده القدرة على الهايبر فوكس. ف يعني ها ممكن يعني هاي جواب يمكن للسؤال. نعم، أنا بعرف أنت كمان بعد ما علمتي نفسك المكعب هذا ال 3 باي 3 ما وقفتي، بديتي بال 4 باي 4 و 5 باي 5. احكي لنا عن انا عندي 12 شكل من المكعبات اوكي يعني. هذا 6 2 4 6 7، هذا 7 بـ7، حلو هذا 5، هذا 4. طبعا قبل اللايف بناتي كلهم خربطوها. خربطوهم. هذا الجير، هذا اوكي الجير، هذا سكيوب اسمه. كل اوكي واحد له طريقة. في عندي مثلا هذا وهذا نفس الشيء، بس هذا اوكي ميرور، هذا ميرور، وهذا عادي. هذا بيعتمد على الحجم، ما بيعتمد اوكي على الألوان، هذا بيعتمد على الألوان. اوكي أوكي، نفس مبدأ الثلاث بثلاث، هذا ثلاث هذا ثلاث بثلاث وهذا ثلاث بثلاث. بس اه بس طلع انت مثلا هذا الميرور لما أنا أخربطه بتحول لشكل فضائي. ايوه صح. هذا مبدأ حله نفس مبدأ حل الثلاث بثلاث. والإشي اللي لازم يعرفوه الكل إن الثلاث بثلاث هو الأساس. طبعا في 2 باثنين، وفي هاد نفس مبدأ الثلاثة بثلاث كمان ميجا مانكس. طبعا هذا كله انت تعلمتيه لحالك. هذا السنيك تتذكره، ايوه طبعا. هذا شرى لي اياه اخوي من البلد. وفي هذا اخر شيء. هذا المثلث. ايوه طبعا هي صارت انه يعني الواحد يحكي الصراحة يعني، هو صار دعم من زوجي إنه صار يشوفني إني أنا بحب هاي القصص. فصار مثلا واخوكي كل عيد شرى لك للحي. هيك هذا وسط البلد، كل ما يشوف مثلا عيد زواج عيد ميلاد يضحك علي ويجيب لي هذول المكعبات. طب كويس كويس، يعني أنا فعليا كنت أنبسط بهاي الهدايا أكثر بكثير من أي هدايا تانية، لأني لقيت حالي فيهم يعني. طبعا انت لك مواهب تانية بدناش يعني ندخل فيها، بعدين لانه يمكن بتحبي انت الالوان، التمازج الالوان والاروغامي، وزي اللي وراكي هذا انت عاملاها انا وزوجي الاروغامي والشغلات هاي، يعني ما شاء الله عليك موهوبة من اسمك، وكل شخص الحمد لله من نصيب. نهي نصيب، الحمد لله الحمد لله. طيب خلينا نبدأ في هاللي قدامك هذا الكيوب، احكي لنا طبعا اسهل واحد ولا هذا البيزك اللي هو 3 ب 3؟ هلا هذا هو الاساس، مش انه اسهل واحد، بس عشان اتعلم كل هدول لازم يكون عندي التقنية اتعلم الثلاثة بثلاث. هلا اول شغلة خلينا شوي نحكي ايش اساس، ومن وين اجى هذا المكعب ومين اللي اخترعه. هلا هو مخترع من سنة ال 74 1974 على يد مهندس معماري، وطبعا طلع اخترع معاه بالصدفة يعني. هو بده يعمل كان تصميم، فطلع معاه هذا التصميم بالصدفة وسموه المكعب السحري، الماجيك كيوب، الروبيك كيوب نسبة لاسمه، لأنه اسمه أرن كيوب، أرن روبيك، اسمه اوكي روبيك كيوب على اسم المخترع. طبعا اوه إيش
اوكي يعني الاسم على اسم المخترع، انا بقول روبيك نعم كيوب. نعم اوكي روبيك. روبيك هو اسمه ماجيك كيوب او المكعب السحري، وهو نوع من انواع البازل يعني، اذا بدك تستخدمه يعني بمعنى اخر. هلا ممتاز. اخذ لما عمله واخترعه صار اللغز الاول في العالم. اوكي هلا بدي احكي لكم معلومه يمكن تصدمكم، انه هذا المكعب البسيط الملون اللي احنا كنا نشتريه ومش عارفين، هذا له 43 كنتليون، يعني 43 حط قدامها 18 صفر احتمال للحل. 43 قدامها 18 صفر. 18 صفر، يعني بمعنى آخر، بإحصائية آخرة عملوها، إنه لو أنا جبت المكعب بالحجم العادي وحطيته على سطح الأرض، حيملي سطح الأرض كله، حيكون واحد بس احتمال إنه هو يكون محلول صح. واو يعني فهو إشي ما بنحل نهائيا بالتجربة بس إني أبلش ألعب فيه. هذا أو لازم يكون، في له طريقة أيوة، لرؤيته. هو بيمشي على مبدأ الخوارزميات الرياضية. أوكي هلا انا معلش بدي اسالك سؤال، احنا بنشوف هدول اللي بيجوا على التلفزيون تك تك 30 ثانية وبكبس، معناه هو يعني هو سرعة الحركة بس هو حافظ اللوغاريتمية. هلا الفكرة انه طبعا على شغلة الزمن، اقل واحد اللي هو حط من الرقم القياسي، كان الرقم القياسي 3.47 ثانية، يعني 3.47 ثواني جزء من الثانية. ما وصلش الأربع ثواني يعني. لا، ما وصل 4 ثواني. اوكي، هلا هذا طبعا هو شاب صيني أوكي. اللي عمله. هلا في واحد ثاني اتحداه أنا بشغلة، بعد إذنك، بعد إذنك، في أعتقد صديقنا، خليكي ثواني بس معي. سوري. صديقنا جارو بعت لي فيديو هلا، انا صراحه مش محضره بس اتوقع هو اللي بتحكي عنه، لانه مكتوب solving with 3.8. خلينا نشوف في الفيديو، يا خلينا نشوفه مع بعض، يمكن هو اللي بتحكي عنه. لا لا، هذا عرفته أنا. اوكي. اوه هذا اوتوماتيك، هذا روبي، هذا روبوت، هذا حطمه ب 25 جزء من الثانية. اوكي. بس هذا مش إنسان، هذا روبوت عادي. اوكي هذا روبوت. اوكي لا طيب مش هو، اذا مش هذا الشخص، لانه انا قرات لهذا. طيب انا بشكر جارو على يعني المشاركه معنا. هذا تفضلي. أقل روبوت، طبعا أقل روبوت حله ب 25 جزء من الثانية. اوكي. هلا إجا شخص عمل إشي كتير غريب، حله ب 5.69 ثواني جزء من الثانية. بس شو الفكرة فيه؟ الفكرة إنه كل مرة بحله بنفس التوقيت. اوكي. يعني هاد عمل إشي اسمه متوسط حل المكعب. هاد أصعب. هلا متوسط حل المكعب اقل من 6 ثواني؟ لا، يعني انه هو كل مرة عمل المكعب كان في 6 ثواني وتسعة، في 5 ثواني و69 جزء من الثانية. اوكي. يعني انا هلا ممكن احل المكعب بس ما بجيب نفس الرقم، الا ما تفرق معي. هذا الشخص جاب نفس الرقم وكان عبارة عن الاصعب مش انك تكسر الرقم، الاصعب انك تضلك محافظ على نفس الرقم. حلو. طيب هلا الفكرة إنه كيف هدول الناس بتحل المكعب؟ أكيد هم يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أعطى الذكاء ما أعطاه لناس معينين، أعطاه لكل الناس. هلأ كل شغلة إذا بنفكر فيها بالعقل إلها أساس وإلها بداية وإلها إلها يعني ستيب باي ستيب. طبعا وهي من باي ذا واي، هاي من الأشياء اللي بس تتعلم الروبك بتصير أنت عندك القدرة أكثر إنك أنت تحل المشاكل اللي عندك، لأن هاي بتعلمك كيف تحل الأمور خطوة بخطوة. صح. ما في إشي بنحل مرة واحدة. طيب هلا ايش هاي انا هيك اعطيت نبذة يعني عن حلو. الموضوع. في سؤال كان من مثنى، بقول لك ما هي اصعب المكعبات لو سمحتي؟ هلا في مكعب، في مكعب انا لسه ما جبته بس بحكوا عنه انه كتير صعب، اسمه الشبح.
اسمه الشبح. طب آه مين اسم اسمه عندك بيخوف. أصعب واحد مين؟ آه في واحد، لا هم ما يعني شوف، ممكن هذا سكوير شوي اسمه، هذا مشكلته ما في حدا، ما في إشي صعب بحد ذاته يعني، بس هذا شوي أخذت وقت فيه شوي لأنه كتير خطواته يعني، بس لما تتعلم صراحة فيش إشي صعب لما تدخل في المجال هاد، بتصير تحس إنه هو تحدي لنفسك قبل ما يكون تحدي لأي حدا يعني، تحدي نفسك إنه أنت ممكن تحل هذا الإشي ولا لا. طيب أنا بس أذكر الجميع، الأستاذة هبة عندها يوتيوب شانل فتحته جديد عشان تعلم الناس. حنحكي شوية هلأ ليش هي سوت هاي الخطوة وشو كانت تسوي قبلها في تعليم الناس الروبيك كيوب. أنا بعرف إن أنت كنت تعملي كتير فولنتير وتدرسي في مدارس الروبيك كيوب ببلاش بس عشان تنشري هاي الفكرة في الأردن، احكي لنا عن هذا نعم. الموضوع. هلا انا اول شيء كنت كثير احاول جاهد قد ما قرات عنه وقد ما حسيت انه له شيء ملموس، وبالدول الثانيه يعني هذا المكعب موجود واحنا دائما بنحكي وبنتشكون انه اولادنا، حسيت انه في حل بايدينا، بس بدي شويه جهد، انه بس بدي الناس تتعاون معي. للاسف شوي اوليتها واجهت مشكله انه كل الناس تعتقد انه لعبه، وحتى يعني من ناس متعلمين للأسف يعني. فأول فترة كانت في حياتي كانت محبطة من الناس، أحبطت لفترة إنه كل الناس يعني، حتى في ناس يعني بتقول لك إنه إيش هاد يعني تعلميه مثلا، أو إنه شو الإشي يعني عادي هي لعبة يعني بصراحة، ويمسكوه مثلا هيك ويشقلبوه قدامك، أنت بتحس إنه أنت عم قلبك عم بيتشقلب معاه يعني، انه هاي يا جماعة الخير هذا مش لعبة، لو ده تعرفوا حتى قديش في هو. المدارس اللي رحتي عليها. نعم حتى في المدارس، في بعض المعلمين يعني، معلمين انت بتحكي عن معلمين، اكبر كذبة يحكي لك اياها، يحكي لك انا كنت احله وانا صغير بس يعني بطلت. طبعا هذا اشي مستحيل يعني، اشي مستحيل، انت بس تصير تحل المكعب تعرف انه هذا مستحيل. فبعديها انا توصلت لقناعة انه اللي بيحكي معي زي هيك كنت اسحب المكعب منه، احس انه المكعب مهان معاه يعني بصراحه. لانه هذا إشي له قيمه يعني، انا الكل بيعرف بالبيت يعني مكعباتي عباره عن زي اولادي يعني، بحبهم كثير، بعزوا علي، كل واحد بعز علي، بحبش يتكسر وبحبش حاضتهم في غرفه نومي، لانه فعلا بصير تحس انه هذا شغفك، ما بتحب حدا يلعب لك باغراضك هاي يعني بالذات. بلشت، ما كان عندي، بلشت في جمعية خيرية، عملت تطوع لأيتام إنهم بلشوا معاي في حل مكعب روبيك، وتوصلوا معاي تقريبا لنص المرحلة، وبعديها الأهالي بطلوا يبعتوا، ما بعرف ليش، حكوا إنه أنتم بتضيعوا وقتهم يعني، عم بلعبوا الأولاد يعني بهيك إشي. بعديها قررت إنه أنا بالمدارس اللي أنا بدرس فيها، وكنت أناشد ناس كثير إنه أعطوني بس قاعة أعلم فيها، ما بدي ولا إشي، أنا باجي على حسابي، ما بدي أي مصاري، ما بدي أي شيء، بس أعلم، أنشر هذا الوعي يعني. كان في شوية إحباطات، بعدين دخلت في مدرسة، مدرستين، بلشت إنه أنا بطبيعة بدرس تربية مهنية، تربية مهنية بتعطي حصتين بالأسبوع. التربية المهنية مادة اللي بيعرفها يعني بالأردن، مادة يعني بتعطي أشياء بالحياة، بس مش مادة دسمة تنعطى حصتين. فصرت أحاول أجذب الطلاب، كيف أجذبهم؟ قلت لهم بدي أعلمكم هذا المكعب، قالوا لي كلهم. استأذنت من الإدارة، الإدارة رحبت في الموضوع. أول مبادرة عملتها في مدرسة هند في محافظة الرصيفة، دعمتني المديرة، دعموني معلمات، إجا كمان مدير رئيس التربية في فرع الرصيفة، إجا وكرم الطلاب وكرمني، حسيت وقتها إنه فعلا أنجزت. كان التحدي على 100 طالبة، 70 طالبة عرفوا يحلوا للآخر. طبعا في طلاب بتنسحب، في طلاب ما بتحب، في طلاب يعني هذه أشياء طبيعية، بس حوالي 70 طالبة حلوا. بس بدي اقطعك معلش، بدي اذكر انه هذه كلها كانت مبادرات شخصية، كنت تحاولي نعم دائما انك تقومي بهذه المبادرات شخصيا. نعم نعم وبقطر هون درست في مدارس،
برضو بادرت. أول إشي ما كان عندي وقت فراغ، كنت منسقة وكنت معلمة وكان لود علي كبير، بس أصريت إني أعلمهم، فكنت أعلمهم بالبريك الفرصة الفسحة 10 دقائق. تعلم ما يقارب 40 طالب من تحت إيدي الروبيك، وكنت أنا كتير فخورة في هذا الإشي لأنه كانت إمكانياتي كتير قليلة من الوقت. بس صار في وباء في المدرسة، نشرت مس هبة وباء في المدرسة اسمه مكعب روبيك، صار جميع الطلاب ماسكين مكعب روبيك حتى اللي ما بدرسهم. بس استغربت إنه في طلاب عندي كانوا كتير عدوانيين، كتير ثقتهم بنفسهم قليلة. لما حلوا المكعب بصراحة يعني تغيروا تغيير، الكل حكى إنه مس هبة غيرت فيهم للأحسن، لأنه يعني حس حاله إنه هو أنجز إشي يمكن المدرسة كلها واحد أو اثنين ينجزوا. انت بتحكي تشالنج، هو طبعا تشالنج نعم عالم. نعم نعم. وأنا أتمنى إنه يعني أي حدا يتبنى فكرتي، أنا ما عندي أي مشكلة، بدي أنشر هاي الثقافة، بدي أعطيها للغير مشان يتعلموها. طبعا يعني مش انا بس فخور فيكي، كل المشاهدين بيحكوا انهم فخورين فيكي. ما الله شاء الله عليكي. يعني انا بس بعرف كيف انت عانيتي في موضوع تصلي لشخص انك يا جماعه انا مجانا بدي ادرس لاولاد إشي يفيدهم في نعم المستقبل ويخرجهم، زي ما بيحكي جهاد، من دائرة الآيباد والتيك توك نعم والأفلام اللي مدمراهم فكريا. يعني هاي على الأقل التاكتيك، هذا الاستخدام ميديكالي، لما بيستخدم الواحد أصابعه بنشط الدماغ تبعه، فبيعمل تقوية أو بصير تمرين للدماغ، هذا كله نعم مهم. طب هو في معلومة أنت حكيتها هلأ، شغلة واحدة، إنه يكفي أن تحل المكعب مرة واحدة يوميا بتمرن كل خلايا مخك. كيف أنت بتعمل كل يوم تمرين رياضية عشان تحافظ على اللياقة تبع جسمك، نعم. المكعب يكفي مرة واحدة تحله عشان كل خلايا مخك تنشط. باي ذا واي، انا يعني من ناحيه طبيه بحكي، في عده ريسيرش الان موجوده في البحث العلمي، وصار عليها اثباتات انه اللي بتعلم اكثر من لغه اقل جدا عرضه لمرض الزهايمر، أيوة. واللي بيشتغل على الروبيك كيوب برضه هدول قليلين عرضه لمرض الزهايمر. فيعني again انت you invest in your health وبهيلث الاطفال بشغله بسيطه رخيصه، اسعارها يعني متناول الجميع، نعم ما بتكلف إشي. يعني انا بدي اذكر هبه، في كان سؤال، من وين تعلمتي هذا الروبيك كيوب؟ بس يمكن اللي دخل متاخر شويه. اوكي، انا تعلمته من الانترنت من اليوتيوب، بس المشكله انه اليوتيوب بيعطيك اول خطوه، ما بيعطيك. هلا انا اللي اذا بتدخل على صفحتي على اليوتيوب على قناتي، بتكتشف اني انا عامله 19 دقيقه او 20 دقيقه تمهيد للكيوب. كيف افهم الكيوب؟ انا المشكله انه انا مش من الناس اللي كتير بحفظ بسرعه، يعني انا بستخدم المنطق اكثر من الحفظ، فعانيت اني كيف بدي احفظ خوارزميات، يعني بدي اقعد احفظ احفظ احفظ، فلا. فعملت طريقه عشان الناس اللي زيي ما بتحب تحفظ كثير، عملت تمهيد كثير كبير اني انا افهم شو هو المكعب. فبتمنى انه من الجميع قبل ما، عادي مش مشكله يحضر من عندي، يحضر من قناه ثانيه، بس قبل ما يحضر من قناه ثانيه يحضر التمهيد اللي من عندي الضروري الهام جدا، عشان تعرفك شو محتويات الكيوب، من ايش بتكون، ايش القطع اللي بتتكون منه. يعني هو عبارة عن قطع، هاي القطعة لما بدي اياها وين ادور عليها، كيف احل اول وجه وكيف احل ثاني وجه، بعدين بيعطيني خطوات حل المكعب ستيب باي ستيب. طيب شو رأيك احنا نشتغل على دورة للجميع، للكبار والصغار، نتكلم عن هذا الموضوع؟ انا بعرف انت بتعملي واتسابات مغلقة نعم بدورات برضو مجانية لله سبحانه وتعالى، بتحاولي أجر عن والدي رحمه الله، وإيش؟ أجر عن روح والدي فهد حامد الشريف الله يرحمه ويحسن إليه، لأنه يمكن لولا هو زرع فينا هذه الشغلة. يعني أخوي دكتور عنده هذا الإشي موجود بالجينات الحمد لله، هاي الجينات ورثناها عن والدي الله يرحمه وعن أمي الله يطول في عمرها. ف
فأنا بحتسب كل هذا إن شاء الله يعني عن روح والدي، إن شاء الله يكون علم ينتفع به. آمين آمين يا رب العالمين. آمين. الله يرحمه. آمين. فممكن إحنا نسوي شغلة نتفق عليها إن شاء الله بالوقت والهذا ونتكلم عن هذا الموضوع. طيب خلينا نشوف الروبيك الآن، الكل بيستنى وشايفين هالمربع اللي قدامنا. طيب هلأ بداية هذا هو المكعب، هذا المكعب الأساس 3×3. ليش بنحكي له 3×3؟ لأنه أبعاده 3 وحدات طول بعرض بارتفاع، عشان هيك إحنا بنحكي له هذا 3×3. لو مسكت أنا مثلاً هذا المكعب، أوكي، هذا المكعب عد 1 × 2 × 2 × 2، فهذا يعتبر 2×2×2. ليش بنأخذ 3 أبعاد إله؟ لأنه أي حجم أي مكعب يقاس، الحجم يقاس بثلاث أبعاد. طيب إذا إحنا شايفين المكعب بتكون من 6 أوجه، أي مكعب في الدنيا بتكون من 6 أوجه. المعتاد عليه إنه في إله ألوان معينة. الفيديو واضح ولا بيقطع؟ واضح واضح. أوكي. كل مكعب له 6 أوجه في ألوان معينة المعتاد عليها. المعتاد إنه يكون في برتقالي وأخضر أحمر أصفر أبيض وأزرق. نعم. هلأ طبعاً ممكن يكون في اختلافات في بعض المكعبات، إنه يكون في زهري يكون في بنفسجي، عادي ما في مشكلة. برضو المعتاد عليه إنه في لونين متقابلين، يعني عندي البرتقالي إجمالاً ولكن ليس بالضرورة بكون مقابله الأحمر. الأبيض بكون مقابله الأصفر، والأزرق بكون مقابله الأخضر. هاد بالإجمال، بس في مكعبات تانية بتكون مش مصنوعة بهاي الطريقة. نعم. هلا لو جينا مثلا نحكي هاي، إيش بحكي لكم إنه هو خطير، هاي بتفكفك عادي بتفكفك. أيوة. هلا المكعب بـ 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 بطريقة كتير بسيطة لو بدنا نفكفكه هيك، أوكي هاي تفكفك. المكعب بالأساس بتكون من 3 أنواع للوحدات أو الخرزات أو اليونت هاي. أوكي. الخرز الأولى هاي بتكون ثابتة، هيها اللي هي أيوة. المنتصفية هاي المركزية بتكون ثابتة. لاحظوا هيك، هيها هي الأساس، هون هي الأساس، أنا مسكيتها هي الأساس، وببين عندي لون الأوجه. إذن أنا المكعب هاد لو شو ما حركته مثلا نعم. يمين شمال، هاي إذا بتلاحظوا هاي اللي بالمنتصف هاي ما بتتحرك. صحيح. هذا شو بيعطيني انطباع؟ معناها هاي المرجعية تبعتي. نعم. هاي اللي لازم أطلع عليها، معناها شو بتعطيني؟ لما هاي بتعطيني لون الوجه، معناها أنا شو ما حركت هون، أنا شو ما حركت هون، إذا كان هاد غلط أنا كل حلي على الفاضي. لازم أطلع بالنقطة المركزية عشان أعرف إيش هذا الوجه لونه. إذا بس بدي أورجي أنا شوية هذا المكعب، إذا أنت شايفة هذا مفروض هون يكون أزرق صح؟ نعم هذا الوجه أزرق لأنه النقطة طيب. المركزية أزرق اللي هي هاي. طيب لو غيرت أيوة. شوية هذا لازم يكون أبيض اللي فهمته صح؟ أبيض. نعم أوكي. أبيض أوكي. نعم. طيب هذا مثلاً لا لأنه هذا مفروض يكون أصفر. هذا أحمر. أوكي واضح. أوكي. يعني أنا بطلع ما بطلع ولا على لون، بس بطلع على لون المركز. هذا اللي بحدد للوجه هذا شو. طيب النقطة الثانية اللي هي نقطة تحمل وجهين لونين. أوكي. هاي النقطة المفروض إنها تربط بين وجهين. نعم. لأنه فيها بس لونين. فلو جيت اطلعت على هاي، هاي المفروض تربط بين الأبيض والأزرق. مظبوط. يعني المفروض يكون مكانها الصحيح هون. صح. هاي. أوكي. هاي لما شفتها، هاي كيف بيكون شكلها في المكعب؟ هاي بيكون شكلها زائد. أوكي. قديش بيكون عددها؟ طبعاً النقطة المركزية بيكون عددها 6 على عدد الأوجه. النقطة الطرفية اللي هي بالطرف بتكون على شكل زائد، يعني أنا لو بدي أدور على هاي النقطة بدور عليها بس بالزائد، وين في زائد بدور عليها؟ أوكي. أوكي. هاي مفروض يكون عددها 4 هون و4 في الطبقة الوسطى و4 في الطبقة التحتانية. إذا هي 12 خرزة. 12 أوكي. خرزة. أو 12 وحدة. نعم. آخر وحدة اللي هي
النقطة الزاوية أو الوحدة الزاوية. هاي بتربط ثلاث وجوه، بتربط الوجه الأبيض مع الأزرق مع الأحمر، هاي مكانها هون لازم يكون. هاي لما باجي بتطلع عليها، هاي مع الأزرق هي أزرق، ومع الأبيض هي أبيض، ومع الأحمر بتطلع عليها مع هي أحمر. إذن هاي مكانها صحيح. هاي وين بجدها؟ هاي بجدها في الزوايا، وعددها 8، 4 بالطبقة الفوق و4 في الطبقة اللي تحت. واضح. هلأ الناس ما بتلجأ شوي إنها تفكفك الكيوب وتعرفك كيف تتعلم الكيوب، بتلجأ لإشي اسمه خوارزميات. إيش يعني خوارزميات رياضية؟ هلأ هم صنفوا المكعب، إني أنا ما بفضل للمبتدئين إنهم يتعلموا بطريقة الخوارزميات، لأنك أوقات ممكن تعلم لأطفال صغار ما في داعي تضلك تحكي له يمين يمين معكوس شمال شمال معكوس، يعني يصير الموضوع أصعب عليه وبياخد وقت أكتر، وبصير يحس إنه موضوع يعني عن جد صعب. لا إحنا بنحاول نسهل عليه. أوكي. فهلأ هم إيش ببدي؟ إنه هاي الطبقة أو هذا العمود هو بتكون من 3 طبقات. هاي 3 طبقات، هاي الطبقة الأولى، هاي الطبقة الثانية، هاي الطبقة الثالثة، وثلاث أعمدة. صح. العمود اللي عقيد اليمين، طبعا هذا يمين هذا شمال، كلنا متعرفين على هذا الشغلة. العمود اللي على اليمين، أنا دائما إذا بدي أحرك هذا بحكي يمين، معناها بتخيل إنه هون على اليمين في ساعة. كيف بتمشي الساعة؟ هيك. مظبوط. بهاي الطريقة. معناها لما أحكي يمين، إذا مع عقارب الساعة، هي يمين. مع عقارب الساعة. أوكي. يمين معكوس عكس عقارب الساعة. أوكي. شمال العكس، تخيل ساعة هون، تخيل ساعة هون، كيف بدها تكون ماشية؟ بهاي الطريقة. إذا يسار بدها تكون لتحت، اليمين لفوق. أوكي. أوكي. يمين معكوس، شمال معكوس لفوق، عكس بعض. دائما كل اتجاهين بيكونوا عكس بعض. واضح. طيب أعلى أعلى، تخيل هون في ساعة، هيك بدها تمشي الساعة. إذا الأعلى هيك، أعلى معكوس العكس. أسفل، تخيل أسفل بدها تكون هيك، طلعوا هاي أسفل، هاي أسفل، وهي أعلى، عكس بعض. أوكي. دونين عكس بعض. أعلى معكوس هلأ بضل عندنا كمان واحدة اللي هي أمام، الفرونت. أوكي. نفس المبدأ، هاي فرونت، هاي أو أمام، هاي أمام معكوس، وهي هون طبعا خلف، خلف معكوس. هلأ هاي أنا بفضل أعلمها للناس اللي بدها تأخذ معي دورات المتقدمة والمحترفين. أوكي. عشان بهمهم شوية يصير الخوارزميات، لأنه في خوارزميات يعني في بعض المكعبات زي 4x4 مثلا، 4x4 و5x5 و6x6، بصير عندنا إشي اسمه حالات شاذة، بصير مضطرة إني لازم أعرف أحركها بخوارزمية معينة، ما بتتحل معاي عادي. هلا هلا كل المرجانية، المرجانية بنحل، هذا اللي على الشاشة اللي كنت حاطاه بنحل هاد؟ آه طبعا. طب شوف هاد، أنت هاد هاد كبير على الفاضي، يعني هاد نفس مبدأ الثلاثة بثلاثة. أوكي. يعني لما تحله بتكون انت عم بتحل 3x3، عاد مبين عليه معقد اكثر يعني. مبين عليه معقد، يعني في اشياء كثير بتبين عليها انها معقده. ما حكينا نفس الشيء هذا برضه. هاد 3x3، فليش بحكي لك انه الاساس هو 3x3؟ الاساس لانه هو اللي بيعطيك المهاره الصح انك انت تبلش في كل المكعبات. طبعا عالم المكعبات عالم ما بينتهي، ما له حد، في اشكال الوان للمكعبات. محمد في المكعب الاسطواني، اذا يمكن في المطبخ. يعني حتى وانت في المطبخ بتسوي بصراحه هو يعني شغف، يعني بجد متعتي فيه، يعني ممكن تحكي بتهرب من ضغوطات الحياة فيه يعني. طب في سؤال سريع قبل ما نرجع على الكيوب، بقول لك هل في دول بتدخل الروبيك كيوب في مناهجها الدراسية؟
هل سمعت يعني شيء زي هيك؟ ما سمعت بس سمعت انه في عملوا زي مسابقات برضو اجتهادات، يعني زي مثلا ناس عملوا مع بعض. انا دخلت جروب كانوا يعملوا فيه تحديات ويحضروا، بس ما في اشي منظم دوليا، يعني انك تحكي مثلا زي اي برنامج عن جد انه معترف فيه. هو يمكن الفكرة فيه انه لانه ما فيه براءة اختراع واي حدا بيقدر يتعلمه وإشي متاح للجميع، فيمكن عشان هيك الناس بتقول لك يعني له منحنى تاني. يعني طبعا احنا قبل ما نبدا بالموضوع الروبيك او كنا خلف هذا، كنت تحكي لي على المينتال ماث انك انت تعلمتيه برضه، بس للاسف ما بتقدر تعلميه حتى لو مجانا لانه له حقوق ملكيه ولازم تاخذي تصريح منهم عشان تقدر تسويه تعلميه. هو في يمكن هاي من الأشياء برضو اللي أحبطتني والمجحفة، إني أنا كنت ما بقدر يعني خلينا نكون صراحة مع بعض، معظم الناس اللي بيسكنوا في الأردن أو بيكونوا من الطبقة المتوسطة ما نعم. بيقدر إنه يدفع على دورة. أنا مثلا تخرجت وعندي عيلة وعندي حتى مش لأولادي، يعني أنا كنت بدي إياها أدفع على دورة 200 300 دينار بالشهر ولا بالسيزون، يعني على ولد ولدين كتير مبلغ غالي يعني. فصرت أحكي إني صرت أبحث أبحث أبحث. أول شيء المكعب متاح، الحساب الذهني مش متاح، كتير المصادر قليلة فيه لأنه له حقوق ملكية، لأنه هاي مدارس يعني له براءة اختراع ومدارس. لما رحت قدمت بصراحة لبعض المكاتب اللي هي بتدرس أو بعض المعتمدين في تدريس الحساب الذهني والأبكس، وقعوني على ورقة ب100,000 دينار اني ما افشي اسرار المهنه، اللي هي اللي اسرار اللي انا فعليا كنت عارفيتها بمجهودي الخاص، بس انا كنت مضطره اني اوقع هاي الورقه لانه ما راح اقدر امارس هاي الاشي الا اذا من عن طريق مكتب او عن طريق مكان. فانا يعني بحكي انت للاهالي كنت يعني متعلمه لحالك، اجيتي عليهم قلت لهم انا بدي اعلم عندكم، وقعوك على الورقه هاي. المشكلة إنه مش هيك، المشكلة إنه إذا أنا يعني حتى لو إني ما وقعت هاي الورقة، إذا بنشر أي حدا بيقدر يمسكني ويحكي لي أنت عم تنشر حقوق ملكية إلي. واضح. يعني للأسف، والأسعار هاي غالية. يعني أنا حاولت على فكرة أفيد فيها ناس، يعني أي حدا مثلا غير السوشيال ميديا وهيك، أي حدا مثلا بيسألني بحكي لهم الفكرة تبعتها وهيك. هلا في شغلة الألوها مثلا، الألوها ممكن أطلع معك في حلقة فيها لأنها هاي ما لها حقوق ملكية. الألوها متاحة، اللي هي العد على الأصابع، كيف تجمع وتطرح من 1 ل 99 باستخدام 10 أصابع. اسمها ألوها. الألوها والله يا ريت شكلي حشوفك كثير هالايام. خلص نخصص وقت، يعني أتمنى إنه المشاهدين يكونوا استمتعوا في هذا الإشي يعني ويكونوا اكيد حبوا. اكيد. طب خلينا نرجع للكيوب، خلينا نرجع، اعطينا شويه تريكس. انا بشوفهم في يوتيوب بيحكوا عيد هذه الحركه 10 مرات او 20 مرة، ضلك عيدها بخلص الكيوب. هل في منه هذا الحكي؟ لا هلا هي شو بكون الأساس؟ الأساس لازم يكون الكيوب محلول. بس انا مثلا بعمل تريكة صغيره اني هاي كشو، يعني اني انا افرجي اني بعرف احله. مثلا عندنا تريك اني انا بعمل اليمين يمين اعلى واسفل معكوس، اوكي، وشمال معكوس. هاي التريك، اوكي. هلا انت بالنسبه لك طلع بس منيح علي. انا طبعا شو بحفظ؟ الاوجه اللي امامي واللي فوق واللي على يميني، فانا بعرف انه كان احمر واخضر واصفر. وباجي بحكي لك طلع انت هلا على المكعب، المكعب بالنسبة لك مخربط صح ولا لا؟ مخربط. فأنا باجي بمسكه حتى لو انت شقلبته، مدام انت ما لعبت فيه أي إشي، أنا برجع بحطه على الوضعية اللي كانت معاي اللي هي أحمر أخضر أصفر. هاي الوضعية اللي أنا عملت عليها. برجع بعيد نفس الخوارزمية عدة مرات. إحنا حكينا يمين أعلى أسفل معكوس شمال معكوس، برجع بكررها بكررها عدد من المرات. طبعا هو بتصير هاي سرعة. هلا رح احكي لكم كمان عن مسكة الكيوب لانه له مسكة محددة عشان حل. هي فعليا هي تكرار،
إذا أنت بتكرر أي خطوة أو أي خوارزمية في المكعب برجع لوضعه الأصلي. واضح. في خوارزميات كتير طبعا، في تريكات كتير، أي خوارزمية بس كررها 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 بترجع للوضع الطبيعي تبعها. طب سؤال، أعطينا مثلا كيف نخلص، كيف نبدأ في هذا الكيوب؟ خلينا نحكي أنا معي هذا الكيوب حامله في إيدي، مش عارف كيف أبدأ، أول وين أبدأ، وين النقطة الأولى؟ أول شغلة عشان أحل الكيوب، أنا حخربط الكيوب هلأ، أوكي؟ عشان أحكي أحله قدامكم، عشان أحكي لكم الستب اللي هي للمبتدئين، أوكي؟ الأساسية. هاي خربطنا، أيوة الأساسية أخربطنا بأي طريقة. طبعاً في ناس وصل معهم الموضوع إنه يخربطه، يعني أكون أنا مغمض عيوني أو عيني على الوجه الثاني، يعني على أساس إنه أنا ممكن أحفظ الخربطة اللي خربطها. أوكي، طيب هي تخربط، طبعاً في ناس بتطلع هيك بيحكي لك لا في اثنين أزرق هون جنب بعض، يعني ملهاش دخل، خلاص انت هيك الكيوب مخربط، يعني طيب. ما انت لو عملت حركتين خلاص خربطت الكيوب. طيب اول اشي بدي احدد الوجه اللي بدي اشتغل عليه، على اعتبار اني انا بدي اشتغل على الوجه، انا بفضل دائما تشتغلوا على الوجه الابيض، لانه الوجه الابيض دائما واضح في كل المكعبات. طيب فانا بدي اشتغل على الوجه الابيض، اول شغلة بدي اسويها بدي اعمل زائد ابيض، اوكي، هاي الخطوة اول الاولى. شغله زائد ابيض. هلا في خطوة قبليها انا بعلمها للجميع وهعلمكم اياها في هذا الفيديو، كيف تعمل وجه، اوكي، وموجودة على قناتي، اذا لحقت حافرجيكم هي، بتعلمكم مهارة كيف تمسك المكعب وكيف تحرك المكعب. طيب هلا اول شيء بدي اعمل وجه، الوجه اللي بدي اعمل زائد، الزائد لازم يكون ابيض. هاي عندي مثلا، هاي هون موجودة، انا مش هشرح كتير لانها هفرجيكم تطبيق. هاي الزائد والله شكله بسيط هيك سهل. هلا طيب كل شيء بالتعليم بصير سهل. اوكي، هلا هاي الزائد، هذا الزائد الابيض، بس اذا جينا طلعنا انه هذا الزائد الابيض للاسف مش خربط صحيح، مع يعني هاي القاعده صحيحه بس مش موجوده على الاوجه الصحيحه، صح. فانا كيف بدي ابني عليه؟ هذا الاساس اللي بدي ابني عليه، فالخطوه الثانيه لازم اضبطه مع الاساس الصح، اللي هو الوسط. الوجه الصحيح، الوجه الصحيح، نعم اوكي، هو هذا بده يمسك الاوجه. فببساطه شو بروح بسوي؟ بعمل انا الزائد هذا، باجي بطلع، هاي شوي خطوة للمتقدمين، خلينا أعطيكم المبتدئين، بنزل هاي النقطة لتحت اللي هي عند الوجه الأصفر، بنزل هاي النقطة اللي جنبها تحت، هدول النقاط الزائد كلهم بنزلهم لتحت بخطوتين طبعا، واحد اثنين، صار عندي الزائد هون على الوجه الأصفر. شو بيعطيني هذا؟ بيعطيني أريحية إني أنا أحرك المكعب زي ما بدي، اوكي، يعني أنا وديتهم على مكان ما بشتغل عليه. اوكي، وهذا المبدأ، وهذا المبدأ الأساسي للمكعب، إني أنا أخبيه في مكان وأشتغل في المكان المقابل. طيب هلأ باجي بطلع، هاد أبيض. سوري معي؟ يس. هاي النقطة بيضاء، لازم ترتبط بوجه برتقالي. صح. لأنه هون برتقالي برتقالي، بحرك هدول التنتين مع بعض، بوديها على البرتقالي وبطلعها فوق، طلعتها للوجه الصحيح تبعها. هلا هاي النقطه جاهزه، نعم. بنتقل للنقطه اللي بعديها، هيها جاهزه طلعت معي بالصدفه طبعا. ممكن تعمل، طبعا في احتمالات كبيره ممكن تطلع معك من اول احتمال كلهم صح، بوديها للوجه اللي فوق وهي جاهزه، ضابطه معنا حلاوه اليوم، وهي جاهزه. هلا شو اللي صار؟ اللي صار انه انا سويت الزائد بشكل صحيح مرتبط مع الاوجه الصحيحه، فانا هيك بنيت قاعده، هاي اول شيء. نعم. بعدين هلا شو بدي اسوي؟ بدي اسوي هاي الطبقه كامله، فكيف بدي اسويها؟ باجي بتطلع على اي مكان، اي زاويه فيها ابيض. نعم. هاي زاويه فيها ابيض، شو اللينين التانيين اللي معها؟ احمر وازرق. نعم. احمر وازرق، باجي بتطلع وين الوجهين الاحمر والازرق؟ هاي ازرق وهي احمر، بغض النظر عن ترتيبه. اوكي. معناها هاي لازم تطلع فوق. صح. اوكي؟
بخبي هاي عشانها راح تتأثر. هلا راح أعلمكم هاي الحركة كيف تعمل وجه. بخبي هاي، بطلعها، هاي طلعت عندي هاي في المكان الصحيح. اوكي صح أوكي صح. يا بس سهلة طلعت الموضوع سهل. هلا عن جد لما أعلمكم كيف تعمل وجه راح تشوفوا إنه هاي الخطوات اللي بعملها. بس ثواني، حمد حمد حمد، شاحن شاحن، قد راح يخلص شحن التليفون. طب يلا مش مشكلة. ثواني. طبعا سريعا حابب اشكر بعض المشاهدين. مثنى اهلا وسهلا فيك، بحكي تحية راقية للفنانة العظيمة سناء مهدي اللي عم بتشاهدنا برضو من كنار تي في، احنا بنحييها. اكيد في بالك دعوة الاخت هبة لصناعة اول روبيك عربي بتصميم وفكرة الأخت هبة، يلا برعاية قناة كنار راح تسجل أول سبق عالمي بتغطية خاصة. إذا بتقدر هبة تسوي لنا شغلة يلا. هذا وصل. ألا بتقول لك أبو مراد هبة أنا ما بعرف أحل هيك، عن جد شطورة. عمتي أم أسامة بتقول لك أنا انبسطت كتير بشوفتك، الله يحميكي. الله يخليك طبعاً. يا أوكي. في يلينا تتفرج علينا، يلينا زدراسفتي اوتشم برياتنا شتو في سنامي كنيسنا مي جابرين بارابسكي نو براستيتي تا بروجراما شن ارابسكا ميزيكي، بتشكرك كثير وبتحكي لك هي بدها تتعلم هذا في المدرسه. فيلينا صديقه زميله السابقه اهلا وسهلا فيها. طيب الان نرجع للكيوب هذا. لا ممكن اعلمه بالانجليزي بس بالروسي كثير صعب. هلا اوكي وصلنا اخر شيء حكينا لنعمل الزوايا. هلا في عندي هاي الزاويه اخضر برتقالي، بدي احطها لفوق، هاي اخضر برتقالي. نعم اوكي هاي عندي الزاويه صحيحه ولكن في موقعها صحيح ولكنها مقلوبه، بقلبها عادي بسهوله. طبعا انتم بتحسوا اني انا عم بشتغل طلاسم بس انا بدي افرجيكم المبدا تبعها. نعم وبعدين هحكي لكم شو واي حدا طبعا بده يتابعني برضو على القناه شارحه شرح مفصل ووافي. هلا الخطوه الثانيه اني انا شو زبطت، هذا ورجينا هذا انجاز هذا اصلا انك سويتي. هلا انا شو صرت مسويه، مسويه وجه كامل نعم مع حرف تي. شو يعني حرف التي؟ يعني هاي الطبقه كامله صحيحه. اوكي لف فيها لف فيها من الاماكن، خلينا نلف نشوفها. اوكي احمر، هلا ممكن يطلع معك هون احمر احمر، ممكن يطلع احمر ما إلنا دخل فيهم بالصدفة هاي بتكون لانه هو احتمالات اصلا. نعم اوكي فهلا اللي بهمني انا حرفتي اوكي. نعم. وطبقه كامله، هاي معناها اني انا حليت الطبقه الاولى كامله مع الاساس اللي هي الاوجه الصحيحه. يعني عملت قاعده. طيب الشغله الثانيه، بدي الخطوه اللي بعديها بدي احل الطبقه الثانيه كامله. طيب الجمهور بطلب برضو حلقات. شوفي شكلنا انا بس معلش بدي اوقفك شويه، شكله الموضوع مهم جدا لكثير ناس، وفي انا بعرف انت بتسوي اورجامي وورق وما ورق. لكن نحجز معك اكسكلوسيف، في بدنا حلقه عن فن الورق اكيد. تحياتنا للضيف، لو بتستمر مثل هذه الحلقات فممكن نسوي يلينا بتحكي زدراستي زدراستي يلينا واتشم برياتنا شتوب في سنامي ما شاء الله عمري نفسي اتعلم. ففي ناس كتير يعني شكلهم متشجعين على هاي الحلقات. انا هحكي معك وفي الالوها ويعني في عندك شوية شغلات يعني ممكن تفيدي فيها الجمهور لايف اونلاين. فإذا لم تستطيع أنك تعملي هذا في المدارس لأسباب خارج عن علمك وإرادتك، بركي قدرنا نسوي شيء مع بعض. يا رب إن شاء الله. تفضلي. طيب هلأ اللي هي الشغلة الثانية اللي بدي أعمل أكمل الطبقة الثانية. نعم. طب يعني هاي عندي ما رح أحكي لكم، بدي أحله بسرعة عشان أفرجيكم شو الخطوات يعني. أوكي لأنه مش معناها ما بدي أعلمكم، لا هاي لأنها بدها شرح مفصل عشان تفهم. أنا اليوم إن شاء الله هعلمكم كيف تعمل وجه، هاي لحالها هتحسسكم بشعور كتير رائع.
طبعا هذا وجه، هاي امتى كنا؟ هذا وجه، طبعا هاي الطبقة الثانية، اوكي الطبقة الثانية كاملة انحلت، شايفين؟ اوكي صرنا حالين طبقتين، الطبقة الأولى صح. كلها كاملة صحيحة والثانية صحيحة، أوكي؟ هلا بضل عندنا الطبقة الأخيرة. الطبقة مين؟ الأخيرة لازم أعمل زائد فيها، ايوه زائد بعدين أحل الزوايا، الزائد هلا، بس لازم ثانية نفس ثانية، على نعمل. الطبق اللي سويتيه قبل ما خربط؟ لا اوكي ورجينا اياه، بس لف فيها المكعب. لا اللي... ايوه والله صح. ما اوكي خربت. هلا طيب الشغلة إني أنا لازم أربط الزائد زي ما عملت بالأول، أربط الزائد بالأوجه الصحيحة. إذا بالمربع. ملاحظين إنه هاي عندي وجه صحيح بس هذا مش صحيح وهذا مش اوكي صحيح. اوكي أوكي صح. هاي عندي في مش صحيح، هاي هيك صار مربوط بأوجه صحيحة صح وهذا ما خرب. مظبوط سبحان الله. سبحان الله. طيب هلا ضل عندي بس اخر اشي اللي هي الزوايا، يا سهل اوكي؟ سهل. زوايا سهل. يعني خلاص وصلنا لهاي، فبصير الموضوع طبعا انا نهائيا هي انحل هو معي. طبعا هو ممكن يكون بده بيحتاج كمان خطوة، بس هو احتمال، هو ما شاء الله سالك معنا اليوم، يعني كله من المرة الأولى زبط. بس في شغلة إنه احتمال، اللهم صل على محمد، نسيت. في خطوة حكيتي إنه ممكن يصير في خطوة. ممكن يكون إنه الزوايا تزبط عندي مكانها بس الترتيب تبعها يكون غلط، أوكي. اوكي؟ فهذا الاساس، يعني هيك احنا حلينا شو الطبق، يعني عشان انت بس تحل المكعب تكون عارف انت شو بدك تحل. هاي الطريقه للمبتدئين، شو بتفرق عن المتقدمين وشو بتفرق عن الناس اللي بدهم سرعه؟ انا بالنسبه لي ما كانت فارقه معي اني احل برقم قياسي. السبب بصراحه لانه يعني عن جد بنرجع نحكي انه العلم بالصغر كالنقش بالحجر، وقدرة الإنسان وهو صغير بتكون أكبر بكتير من قدرته وهو كبير. يعني بس يعني عشان مثلا هدول الناس اللي بيحلوا بثلاث ثواني وأربع ثواني بيحفظوا كميات هائلة من الخوارزميات، عشان أحل المكعب في عندي أقل عدد من الخوارزميات اللي هي واحدة، أو من الحركات، ما بحكي عن خوارزميات، اوكي إن يكون مكعب عندي زي هيك وبده بس حركة واحدة اوكي وبنحل. أكثر عدد من الحركات 20 حركة، ما بحكي على الخوارزميات، يعني أكثر مكعب ممكن إنه يكون معقد بيعطيني 20 حركة بقدر أحله، بس أنو 20 حركة؟ مش هدول الخوارزميات. هلأ الفكرة أنا اوكي لو بدي اوكي أشرح معلش لك، معلش معلش، انت عشان هيك هاي بتحكي لنا السرعه، انه هو عرف يحدد ال 20 حركه المطلوبه. نعم، وهذا إشي كتير صعب. عشان هيك مثلا اوكي لما حطه على الكمبيوتر اللي هو الروبوت مثلا، هاد كان شايف، اذا انت بتلاحظ انه كان من اربع الاتجاهات شايف كل الوجه، فهو نعم محدد انه الاحمر هون، الاحمر هون، الاحمر هون، الاحمر هون. يعني احنا بنرسمها بطريقة تانية، كيف انت بدك تعمل المكعب؟ مش بكون ست اوجه كيف نعم تعلمنا واحنا صغار؟ بتعمله اربع اوجه واثنين طالعين، صح ولا لا؟ نعم هلا هدول في برنامج اصلا على الاندرويد والايفون اتوقع، اسمه نسيت اسمه بالضبط، كيوب اكس اشي زي هيك. هاد تمسك المكعب وهو مخربط وبتحدد الالوان، تحكي له هون في احمر، هون في اخضر، هون في اصفر، هون في ازرق، اوكي؟ لكل الاوجه، للست اوجه. اوكي فالبرنامج لحاله بيطلع لك خوارزمية ما تقارب 20 21 22 حركة بتحل كل المكعب فيها. اوكي بس هيك انت فعليا انت ما فكرت، انت خليت الكم اوكي كمبيوتر انت ما خليت. استخدمناش. فهلا الناس اللي بتحل بسرعات هائلة بتصير تحل، بدل ما انا عم بحل قطعة قطعة، يعني انا حليت هون قطعة قطعة، عم بتصير تحل طبقة طبقة، بتصير تحل قطعتين ثلاث مع بعض، وجه كامل. يعني بتصير بتكون بتحل بالوجه هاد بتكون بتحل بالوجه هاد، عشان هيك بتكون تكسب وقت. نعم الفكرة إذا الناس اللي بده يحلوا بطريقة محترفة وسريعة، أول شيء المكعب ونوع المكعب لازم يكون سريع،
أما المبتدئين ما بهمني. أوكي طبعا طبعا أنا ما بفضل أصلا للمبتدئين يجيبوا مكعبات سريعة، لأنه هو بيشتغل، هو بيشتغل رح يصير يتحرك معاه. المكعبات السريعة قصدك يعني سهل إنك تحركيه. نعم بكون يعني بس تلمس زي هيك بفر على طول. يا طبعا هاي للمبتدئين كتير صعبة، يعني في ناس بتحب انها تكرم اولادها تجيب لهم مكعبات غالية، انا بحكي لا، جيبوا المتوسط اللي هو يكون حركته لينة، ما يعني نحركه بكل ايدينا. بعدين اهم شيء في المكعب المسكة، نعم كتير بيمسكوا المسكة غلط، بيمسكوا يلا المسكة بحسس يعني بيمسك المسكة الطفل او اي حدا بده يتعلم بتلاقي ايده من هون تتحرك، يعني هيك بكون بيعمل. اوكي اوكي طبعا هذا غلط، هاي الايد هون ما بتتحرك، انا اللي بتحرك بس اصابعي، المكعب بس بحرك اصابعي. وللمبتدئين دائما بحكي لما بدك تحل مكعب حله على سطح، يعني حطه على مكتب او حطه على طاولة وبلش حل عليه. عشان ما مسكة يضل يلف، عشان ما يضل يلف. عشان انت لما تلفلفه انت بتفقد تركيز. اوكي انت لما تكون بدك تدور على بيضة، طب انا بصير الفلف فيها، طب بدي ارجع للابيض، عرفت كيف؟ واضح. يعني فبصير الموضوع بشتت تركيزك كتير، تكون احنا ما مصدقين الواحد شوي يركز. طيب هلا كيف مسكة المكعب؟ عندي بمسك المكعب بهدول الاصابع، اربعة باربعة، شايفينها منيح؟ هيك اربع يا اصابع هون والاصبع الابهام. هدول الثلاث اصابع بنحط ورا بهاي الطريقة، اوكي هذا الخلف، والابهام بنحط على الطبقتين الأماميات. اوكي والوجه اللي بكون بحل فيه بالبداية بده يكون فوق أعلى، عشان تكون وفي شايف. وجه مقابل إلي. أيوة بكون أنا بحل هون الطبقة الأولى والطبقة الأخيرة بحلهم هون، الطبقة الوسطى اوريدي يعني راح أكون بحلها باتجاهي. طيب لما بدي أحرك طبقة واحدة ما بيصير أضلني ماسك المكعب هون، هاي بحول على طول إصبعي بس هيك، واصبعي اللي الوسطى كمان ورا اوكي بحوله للنص، فهيك انا بثبت المكعب، انا هيك ثبت المكعب، بقدر الف هاي قد ما بدي، ما عندي مشكله. اوكي هيك انا واضح. ثبتت الطبقتين هذول. فهي هاي الطريقه، لما بدي احرك الاعلى مع عقارب الساعه بحركه بالسبابه اليمين، بدي ارجعه بحركه بالسبابه الشمال. ما في داعي امسك المكعب وهيك الف فيه، بحركه والله بأصابع إيدي. يعني اعطيتينا مبادئ هاي جيدة. المسكة طبعا هاي المسكة إذا الواحد اتعلم عليها من البداية كتير بتختصر عليك وكتير بتفيدك، واضح. يعني التعليم الصح من البداية يكون. يعني المختصر يعني لازم الواحد يبدأ صح عشان يتعلم صح، عشان يعرف نعم شو الطريقة نعم الصحيحة. طيب احنا يعني الوقت بداهمنا، ولكن نشكرك جزيل الشكر على المعلومات اللي أعطيتينا إياها، وشكلنا فعلا عم تفضل معنا وقت. حنسوي حلقات. احنا تجاوزنا الوقت، بس اذا في عندك شيء احكي، ما عندنا مشكلة. لا لا لا، اذا تجاوزنا الوقت لاني لا انا لا كنت لا بدي احكي، اعلم. الجمهور موجود طيب ومستمتع. انا كنت بس بدي اعلم التريك البسيطة اللي هي كيف تعمل، يعني لازم نطلع في اخر اللايف يعني انه يعرفوا يعملوا وجه على الاقل. صحيح صحيح، يلا احنا معك. يعني احنا هلا خربطنا المكعب بالطريقة اللي بدكم اياها. نعم اوكي أول نقطة باجي أنا بدي أحل الأبيض، بخلي الأبيض فوق زي ما اتفقنا، الوجه اللي بدي أحله بدور وين في أبيض ممكن أنا أحله. هاي في عندي نقطة هون في وجهي أبيض بطلعها، نسوي في عندي مربع. نقطتين نوجه وجه نسوي. اوكي أوكي هاي في نقطتين أولى بطلعهم، باجي بطلع هون، لو طلعت هاي طلع راح تخرب، هاي اوكي ده طلعها خربت ما استفدت. هلأ هاي الفكرة تبعت المكعب بدي أضلني أطلع هاي هون عندي مثلا طلعت هاي. هلأ خلينا نطلع شوي على الوجه، نطلع بنحكي عموديا أفقيا، في عندي على الأقل وحدة بيضة، هاي وحدة بيضة نعم أفقيا، هاي وحدة بيضة وهاي وحدة بيضة على الأقل. اوكي عموديا نفس الشيء، معناها أنا أي حركة هلأ بقوم فيها شو رح يصير؟ تخربط. راح اخرب او اخربط اشي تاني. فهلا باجي هون مثلا على اعتبار هاي وين لازم احطها؟ هاي هون صح؟ طلع وين؟ بالزائد.
فلازم تكون يا إما هون يا إما هون يا إما هون. صح. طب كيف بدي أطلعها؟ هي بالاتجاه الصحيح، يعني أنا فعليا لو وضعتها هون هي موجودة بالاتجاه الصحيح، ولكن أنا خربت هاي. أوكي، فلأ ببساطة شو بحكي، أنا بشتغل على إيدي الشمال، هاي اللي رح تخرب، بخبيها بس على اليمين، ما اوكي بيهمني هاي طلعت، طلعت بالصدفة. أوكي، بودي هاي لمكانها الصحيح، هاي زبطت معي، برجع هاي. اوكي حمتيها. نعم، هلأ مبدأ كل الروبك هيك، بدي أخبي وأحل على الطبقة اللي ما بشتغل فيها. أوكي، يعني آخر وحدة هاي، هاي فعليا لازم تكون هون أو هون، صح، هون أو هون. طب بدي أطلعها هون، لو بدي أطلعها قربت مين اثنين رح منهم. يخرب؟ هدول التنتين، هدول التنتين عيد الشمال على طول بوديهم على اليمين، خبيتهم، هيهم هون مخبيات. اوكي أوكي، بطلع هاي برجعهم، ببساطة أنا هيك صرت حل الثلاث. نعم. آخر وحدة عشان في عندي هاي، هاي مثلا هاي لازم تطلع هون، مين نعم اللي رح تخرب هاي؟ صح. بطلعها هيها. في عندي شغلة هاي، هاي مثلا وين لازم تكون؟ هاي لازم تكون هون، هاي لازم تطلع هون. مضبوط طب فعليا إذا طلعتها هخرب تنتين. مضبوط. هلا وين الفكرة عندي؟ هاي بس الوحيدة اللي شوي فيها تركة، إنها هاي الوحدة مع هاي الوحدة في نفس الطبقة، إذا لفيت فإذا خبيتها هخرب هاي. نعم فشو بسوي أنا؟ بخبي هاي اللي تحت، اوكي هلا هي على اليمين، بروح بخبيها على الشمال، بنزل اوكي هدول التنتين اوكي وارجع هاي عندهم. اوكي رجع عند خواتها. ايوه، بس بدها شوية. اتمنى انكم اللي حابب عن جد يتعلمه ويعرف يفتح على قناتي جنى الدلو، يعمل لي لايك ويعمل لي سبسكرايب. سبسكرايب ويعمل شير إلها، وإن شاء الله يكون يا ربي في للجميع، يعني هذا خير للجميع وصدقة جارية عن الجميع. ان شاء الله. وهذه القناة هي يوتيوب، نحن حطيناها. انا هحط برضو الاسم عشان يعني اللي بحب يشترك في القناة او يتابعها. واحنا اكيد نستضيف المهندسة هبة مرة ثانية بحيث انها إن شاء تكون الله. معنا ان شاء الله في حلقات عن شغلات مهمة، زي اللي حكت عنها الورق الاوريجامي اللي مش عارف ايش هذه اللي قال الوها، في خوارزمية ألوها، في خوارزمية يوم الحساب، كثير في أشياء يعني إن شاء خوارزمية الله. ايش؟ خوارزمية يوم الحساب. هاي ايش بنعرف يوم القيامة امتى؟ لا هاي بتعرف أي يوم بثائب التاريخ اللي بعطيك إياه، سريعا احكي لنا شو هاي. يعني هاي بتشوف في ناس مثلا انشهرت فيها إنه بتعطيه مثلا تاريخ قبل 50 60 سنة، بتقول له مظبوط. زي الكالندر، يعني كالندر التليفون اللي عندنا بيجي اوكي بيحكي لك مثلا هذا اليوم هذا التاريخ قديش بثائب من الايام، اوكي فيش 3 4 ثواني بيحكي لك يوم اربعاء يوم خميس يوم جمعه. طبعا الناس بتفكر انه هو عنده قدرات خارقه وانه هو اوكي جاي من بس هي عباره عن خوارزميات وعباره عن رياضيات وعباره عن حسبه بسيطه بتقدر تعرف فيها شو اليوم. يعني يعني في لها حسبة يعني، طبعا كل شيء بالعلم وبالخطوات بنعرف، يعني وممكن نتعلمها. طبعا ان شاء الله يوم ان شاء الله بتستضيفني فيه بكون انا محضرت لك اياها، بس هاي بدها شوي ورقه وقلم وبدها ناس تكون مصحصحه وشاربين الحليب وماكلين مشان يستوعبوا معي. طيب هذا اليوتيوب، القناة جنى الدلو، جنى الدلو نعم هذه القناة تبعتها، فممكن تدخلوا عليها وتشوفوها وتستفيدوا. المهندسة هبة برضو بتعمل دورات مجانية على الواتساب، بس اجين اذا انتم تابعتوا اليوتيوب هي برضو بتحطهم على هنزل أول بأول. يا اول باول، فممكن تستفيدوا وتفيدوا الناس ان شاء الله. انا هلا أي بس آخر شيء أنا عارفة، أي شيء حدا حابب يتواصل معي يعني عن طريقك، رقمي على الواتساب، بحابب مثلا في فيديو حابب شغلة يعرف عنها مكعب مثلا تاني يسألني فيه فيديو، ما عندي أي مشكلة برضه. ان شاء الله الله يوفقك يا رب، ومشكوره كثير. صار لنا 4 5 حلقات هيك معك ان شاء الله، يوم خلاص إن شاء الحساب الله. والوها والورق ولا هذا، فان شاء الله بنستضيفك مره ثانيه وبتكوني ضيفتنا
إن شاء الله. وشكرا لك كثير مره ثانيه باسم كنار تي في، ونشكر جميع المشاهدين اللي كانوا الكل ناطر الحلقات القادمه، بقول بدنا المواعيد ان شاء الله حنحدد المواعيد نبلغكم فيها اول باول. بنذكركم بحلقات اليوم ان شاء الله الساعه 7، يعني بعد اقل من ساعه راح يكون معنا برنامج السياسي الكندي عن البلوك كيبكواز، البلوك كيبكوا، حنحكي عن بالحلقه الثانيه عن هذا الحزب. والساعة 9 إن شاء الله برنامج رؤيتها مع منصور، مع ريم، مع روبك، بدك روبك بدنا روبك أنا يا معلش عذروني. المهم حيكون برنامج رؤيتها مع بحلقة مهمة جدا اللي هي حلقة ال المرأة في الإعلام الغربي، المرأة العربية في الإعلام الغربي. تابعونا في هذه الحلقة ومع ميسون منصور، عفوا يعني الاسم، وتابعونا إن شاء الله، وأكيد حنكون معكم في حلقات مهمة الأسبوع القادم، فنراكم على ألف خير وتصبحون على خير. مرحبا.